لا بس عشان دي هرجع لك في الفضل. نقطه مهمه بعد الاداء اللي ظهر عليه المنتخب مع كابتن ايهاب جلال قال لك لا كيروش يرجع يعني الناس حتى انت معلش هو انت ما تجيبش واحد سيء. بص ايهاب جلال مدرب يعني محدود لا. انت غلطت فيه لا 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 بص محدود كمنتخب طب ما كمل احترام بص يا كريم انت بس اتظلم انت بص لا اتظلم في الظلم ده قصه ظلم انت النهارده لما تبقى ماسك احمد ممكن تديني بس فرصه اقول لك انا مش بتدخل خالص بس انت ما تكون ماسك مدير فني منتخب ده قصه ثانيه انا احترم الكابتن ايهاب جلال وكلنا نحترم الكابتن وما عنديش اي مشكله خالص بقى اكمل لك لا اكمل لك بس فنيا ممكن يكون كلامك صح انه كان يبقى محدود على مستوى المنتخب ممكن ايوه بس احنا ما لحقناش نشوفه يعني برضه عشان ابقى امين معاه يعني انا ما عنديش مشكله هقيمه زي كارلوس كيروش هو احنا ليه بنقيم كارلوس كيروش ان هو مدرب ناجح مع منتخب مصر رغم ان هو ما خدش بطوله ولا وصل لكاس العالم بس وداك لاخر مرحله لاخر نقطه وخرج بضربات الترجيح فده التقييم يعني ده التقييم لكن انا كابتن ايهاب جلال على فكره كان ممكن ياخد بطوله هل ساعتها كنت هتقول ان هو كده بقى خلاص مدرب كبير لو كان قعد ما ممكن يكون انت شايف ان المنتخب فيه مشاكل ليه ما وصلنا كاس العالم ليه ما تقولش ان وضحت الامور ان في كتير من اللعيبه ما كانتش موجوده في ماتش اثيوبيا لا ما هو تقول لي بقى ناس مش هتلعب طيب بعد اذنكم بعد اذنكم مش هرجع تاني ماتش اثيوبيا بس احنا نقدر نكسب اثيوبيا باي لاعبين هو ده اللي بتكلم فيه ودي هقول لك يبقى هنا مش في مدرب يعني المفروض في اربع خلينا